خاصة كده يعني احنا مديوما بنشوف بعضنا نسل هو الخلق يعني الانسان يجيب صغار يعني لو انه الانسان الذي يسمى مثلا انت وبك مش اكبر مش يكون عندك ابناء هكا ولا الابناء بتاعك يكون مطالب انك انت تحافظ عليه تحافظ على صحته وتحافظ على الاستمراريه بتاع النسل بتاعك وانه بيكونوا من الذريه الصالحه وما شابه ذلك فالدين بتاعك مطالب انك تحافظ على التواصل يعني النسل ولكن على اساس انه يكون سليم مش على اساس انه يكون مدرب تشوفوا انه التدخين يقوم بتدمير كل هؤلاء بالنسبه للتدخين في حقيقه الامر في التاريخ هو في الاصل نبته كما تشوفوا نبته هاديه اللي هي الزهره بتاع التدخين والنبته هاديه يقع يعني القطف بتاعها ثم الورق هكايا يتجفف كما ترون يقع تجفيفه ثم بعد ما يتجفف يقع طحنه يعني يتهرس ويحطوها في حكم كما تقول الحكم بتاع النفا اسمه توباكو وين موجود هذايا؟ موجود في امريكا اللاتينيه معناها في التاريخ لم يكن معروف باستثناء امريكا اللاتينيه وبالتالي قبل اكتشاف امريكا لم تكن هناك تعرف شيء اسمه التبغ ما كانش معروف وكلمه التبغ ليست بالعربيه فهي مشتقه من كلمه توباكو واضح؟ اذا التبغ ما كانش موجود وبالتالي الاحكام الشرعيه ما كانتش تفصل فيه على خاطر ما كانش معناها موجود هالماده وبالتالي ما كانش ثم امكانيه لاصدار قرارات شرعيه في هذا الموضوع. هل تبغى هذايا بطبيعه الحال وقتاش بدا الاكتشاف بتاعه؟ سنه 1492 عند وصول كريستوف كولومبس الى امريكا سنه 1492 لاحظ ان الجنود الحمر يقوموا باستخدام هذه الماده وكانوا يستخدموها لثلاث اشياء. كانوا يستعملوها يقويوا الجنس بتاعهم يعني في العلاقات الجنسيه يقويوا روحهم، كانوا يستعملوها ك يعني يحطوها على البلاصه اللي توجع فهي مسكن للالام لوجود المخدر اللي فيها، وكانوا يستعملوها كمنشط. فهي كانت ذات استعمالات طبيه. وقت جاءوا الاوروبيين في امريكا الجنوبيه ايش قالوا؟ قالوا لماذا نقوموا باستعمالها في الامور الطبيه؟ وكان جون نيكوت سفير فرنسا في لشبون حب باش يسجل اسمه في التاريخ وهو سجله بالفعل على اساس انه يحمل هذه النبته لاوروبا ويقدمها على انه اكتشاف بتاعه. فقدمها على اساس انه ماده طبيه وكانت الفتره هي فتره اكتشافات طبيه فادخلوها على اساس انه دواء وبدات الانتشار سواء كاستعمال ولا كغرسه حول الغرسه هكيا كانوا تلاحظوا اسمه جون نيكوت وقت اكتشفوا المخدر سميه على اسم نيكوتين، إذا كلمة نيكوتين مشتقة من الاسم بتاعه جون نيكوت. وأول سيجارة في حقيقة الأمر وقع تدخينها كانت سنة 1870 في البرازيل. هذايا على مستوى التدخين. حتى سنة 2005 حاولوا نركزوا شوية، حتى سنة 2005 التدخين كان معروف بمضار بتاعه متعددة لكن المضار نسبية. مش معناها؟ معناها التدخين كان يؤدي إلى قصور في التنفس، لكن مش لعند الناس الكل، 30% فقط. كان يؤدي إلى ظهور بعض أمراض السرطان، مش عند الناس الكل، 20% فقط. كان يؤدي إلى انسداد في الشرايين، لكن مش عند الناس الكل، 11% فقط. إذا التدخين كان مضر، لكن كان عدد كبير يتكيفوا كل 40 و 50 سنة ويعيشوا لاباس عليهم ويموتوا لاباس. تقول أنا مثلا جدي كان يتكيف باللي أنا نثبت هو يتكيف ومات لاباس عليه. إيش معناها؟ معناها التدخين كنبتة أساسية ما كانتش مضرة. سنة 2005 مع الباستور بيريز اللي هو مكلف بمراقبة المواد في العالم. يفشل قنبلة إعلامية، إيش يقول؟ يقول أن التبغ هذايا وقع سحبه من الأسواق وتعويضه بكوكتيل كيميائي جديد. سميوه التبغ، واضحة؟ يعني اليوم ما حناش نحكيو على المادة اللي كانت منتشرة قبل 2005. اليوم نحكيو على مادة خطيرة جدا وقع ترويجها على اسم الدرج، وهذه المادة هذه تشمل شنو؟ تشمل النفة، تشمل الشيشة، وتشمل أنواع التدخين مهما كانت هي، فهما دخلوا مش على نوعية معينة، دخلوا على المادة الخام، يعني الماتير بروميرا. إذا المادة الخام وقع اليوم تصنيعها بطريقة أنها تضم حوالي 4000 مادة سامة. أول ظهور لهذا الدرج في تونس كان سنة 1830 أول ما بدأ وبداوا تشوفوا هنا الصور أول ما بدا
صرفوا فيه. وسنة 2009 وقع فتح مركز التوزيع بالسجومي لترتفع طاقة الإنتاج بتاع في تونس إنتاجنا للتمر إلى حوالي يعني 300 مليون علبة في العام. صرفوا في تونس تقريبا 300 مليون علبة، يعني إذا حسبوه بعدد الأيام تقريبا كل نهار صنعوا مليون علبة. واضح؟ لكن إذا نحكيو بلغة الفلوس، ياسر الناس اليوم يقول لك ما نجموش نحبسوا صنع الطبخ في تونس على خاطره يضر الاقتصاد. إذا نحكيو على 300 مليون علبة، يعني إذا نحسبوا احنا العلبة المعدل بتاعها دينارين، فتصبح تقريبا اللعبة تدور على حوالي 600 مليار. 600 مليار مش حاجة كبيرة. وقت نراو المصايب الصحية، واضح؟ يعني بالنسبة لنا إذا احنا نحبسوا هذه التصنيع في تونس، مش نخسروا ما يقارب معدل تاع 600 مليار في الموازنة. 600 مليار وقت نشوفوا المصائب الصحية اللي مش نراها تقدر ب 7000 مليار سنويا خسارة تونس. يعني إذا مش حكيو بلغة الأرقام معناها لا رجل للمقابل. فهنا بطبيعة الحال الطبخ اليوم أصبح قاتل. علاش؟ على خاطر التركيبة بتاعه تضم 4000 مادة كيميائية. اليوم التدخين يضم 60 مادة مصابة. باش نكتفيو في المحاضرة اليوم بمادة واحدة، باش ناخذوا مادة من المواد اللي وقع اكتشافها في التدخين، مادة واحدة، ومش نشوفوا باش تأدي. لو نكتفيو بالمادة هذه لا كفاءنا كما يقول الرئيس. المادة هذه هي مادة البولونيوم المشعب. مادة البولونيوم المشعب وهي هذه التركيبة اليوم بتاع التدخين. كانوا تلاحظوا بالنسبة للتدخين باش نلقاو فيه جديد، هذوما الحوايج الجديدة. نبداو من فوق وحناطي، نلقاو فيه لاسيد سيانيدريك. لاسيد سيانيدريك هذايا هو غاز اللي قام استعماله هتلر باش يقتل بيه اليهود، وصدام باش يقتل بيه الأكراد. غاز قاتل. الغاز هذايا هو أول حاجة تخرج وقت تنشعل السيجارة، رائحته كريهة للآخر، باش يغطيه هما الريحة، باش عملوا؟ أضافوا له مادة الأسيتون. الأسيتون وهو مزيل الصوت، الموليكيول اللي نحكيو بيه الموليكيول. إذا الريحة هي اللي تخرج على الأول ريحة بنينة. شنو هي الريحة هكايا؟ الريحة هكايا نتاع الأسيتون. الولد على خاطر المفعول نتاع النيكوتين وقت واحد يشعل السيجارة ويجمد النفس تحب له 7 ثواني باش يوصل للمخ النيكوتين. هال7 ثواني هذيا دوبا بيوصل للمخ شي يعمل يشل الرائحة، يعني حاسة الشم وحاسة الضوء. يعني اللحظة اللي يوصل فيها النيكوتين للمخ شي يعمل الإنسان مبقاش يشم ومبقاش يذوق. معناها المدخن وقت يشرب ولا ياكل لا يذوق ولا يشم. علاش احنا شنو نقولوا هنا؟ عندنا 7 ثواني، يعني هو وقت شبد السيجار شبد النفس 7 ثواني باش يوصل باش النيكوتين يولي يعمل مفعوله مابقاش يشم. لكن عنده مشكله هو المصنع. المصنع عنده ماده اسمها لاسيد سيانيدريك باش تخرج في 7 ثواني الاولين باش يشمها. تولي يلوح السيجاره خاطر الريحه خايبه. من اجل ذلك زادوها لاسيتون. يعني لاسيتون هي عمليه تغطيه يغطيوا بها 7 ثواني الاولين حتى ليه؟ يولي بيدو هو بيدو. احنا الناس اللي متكيفوش وقت احنا شعب احنا السجارة على الاول تشم في الريحة هكا ذكية على الاول، هيك الريحة هكا بتاع السيطرة. وبعد كده عاد تبدا تشم في الريحة الزبدة واضح الخير. إذا هنا بالنسبة للهدية عملية السيطرة. اللاحقوا سنة 2005 من المواد اللي وقع سحبها في الأسواق قبل كنا وقت نحبوا نقتلوا العقرب نمشيو نشريو دي دي دي. 2005 مشينا نشريو في السوق اش قالوا لنا؟ تقطع ما فماش. علاش؟ حولوها للبوده الصفراء نتاع الدخان. يعني قولوا بلاصه اخرى دخيل وهي وجود ماده التي تي تي وهو مميت حشري. اليوم هو موجود في البوده الصفراء. يعني نحاول في الاسواق وحطوه هنا في البوده الصفراء. حاجه اخرى نلقاو كذلك ماده الزرنيخ وهو صوت قاتل. وقعت اضافته بالنسبه نلقاو كذلك النفتالين يعني يستعملوه باش نقطوا به السوس في الخش مادة النفتالين. نلقاو عدة مواد سامة لكن مش نكتفيو بهذه المادة اللي هي مادة البولونيوم 210. شنو هي هذه مادة البولونيوم 210؟ مادة البولونيوم 210 هي مادة المشعة. شو معناها المشعة؟ معناها السيجارة هذه جديد، السيجارة هنا طافية، مازالت ما حريناش. على بعد 4 إلى 5 أمتار
الاشعاعات النوويه. واضحه العقليه؟ معناها انه ما حليناش. لو انه البطن بتاع الدخان سكر، بطن الدخان يبدا سكر، شو يصير؟ وقت يبدا بطن الدخان سكر، هيك الالمنيوم البطن الالمنيوم المعمول به فيه البلوم، ماده البلوم وهي ماده عازله. يعني لو انه البطن يبدا سكر ما تخافش، معناها الدوائر بتاعه ما يتضربش. لو انك انت تحل البطن بتاع الدخان تضرب بالاشعاعات النوويه. يعني اليوم نسجلوا في سرطان ونسجلوا في مضاعفات بتاع مواد الاشعه عند شكون؟ عند الناس اللي عمرهم ما يتكيفوا وما يقعدوش وحدة الناس يتكيفوا، لكن العمل بتاعهم قاعدين يبيعوا في الدخان او فلاك يبيعوه، يعني نقولوا احنا بالسيجار والسيجار. كيما شكون؟ كيما مثلا احنا عامل تاكسي فور ولا عامل قمر، اش عامل؟ حالل البطن، ما هو يحلو بحذاه ويخليه بحذاه، شو يصير هنا؟ يصير انه الجهه اللي هو من جهته قاعده تضرب بالاشعاعات النوويه، سجلنا حاله سرطانات. معناها الجهه اللي هو مقابل الدخان، هو عمره ما تكيف. واضح؟ هنا هذه تجيب السرطان، هذه الماده البولونيوم 210 تصيب الجسد ب 34 سرطان. 34 ولا ما تصيبوش بطريقه يعني امكانيه، ما احنا كنا قبل نحكيو التدخين يمكن يؤدي لسرطان الرئه على 100 واحد يتصابوا 23%. اليوم ماده البولونيوم 210 100% من المدخنين بعد 15 سنه لهذه الماده يصبحوا عندهم سرطان. لغه اخرى وقتاش بدات تقريبا العمليه؟ 2005 سنتين 15 سنه 2020، يعني الناس المدخنين بصفه يوميه سنة 2020 يمشي يعملوا سكانير ولا اي يلقاو عندهم سرطان في عظم الاعضاء. اذا هنا المشكلة ما اصبحتش مشكلة عادية، اصبحت معناها جريمة قتل مع سبق اسرار وتوسل. تفضل. هنا تلفت الانتباه، ثم مهندس مهندس 36 سنة يتكيف وما يتكيفش في الدار، لكنه ديما يحط السيجارة بتاعه في الدار. معنى السويلة تلقاها محطوطين وما يتكيفش في الدار. السيد هذايا جاه سرطان رهيب جدا في ظرف 3 شهور، يعني قضى عليه وقضى على فلوسه كله، خسر عليه ما يقارب 150 مليون. باع الفيلا بتاعه، باعها وباع الكلام بتاعه، حصيله خلى المراه الفقر وليتهم للصغيرات زوز بنات، عنده بنيه عمرها 8 سنين وبنيه عمرها 5 سنين. بعد عام حوالي 11 شهر البنيه الصغيره نصفت باللوطه، فوقع اكتشاف سرطان عمق الرحم عند البنيه ناتج عن ماده البولونيوم 210 اللي كانت تاخذ فيها السويدر بتاع الوقت. عاش خير ولا البنيه هذه معناها مصيرها زوز، يا اما تموت يا اما يقع استئصال كافه الجهاز التناسلي بتاعها. ما عرفتوش حجم المصيبه اليوم اللي ولات. ما كناش نحكيو على ماده عاديه، ولينا نحكيو على ماده مسرطنه بطريقه شديده جدا. فماده البولونيوم 210 تؤدي الى 10 حلقات. ماده البولونيوم 210 في هي ماده خطيره للغايه، يقع استعمالها في الحروب. وهذه الماده اكتشفتها ماري كوري، هذه هي اللي قامت باكتشاف المادة هذه سنة 1892، وهي بولونية الجنسية، وحبت نسميها على اسم بلادها بولونيون، اسمها كما جاء بولو جاي من بولونيا، وكلمة ليون ترمز للإشعاعات المواد المشعة. وهنا نشوفوا أخطر المواد المشعة هي مادة اليورانيوم وهي المادة القاتلة، ونشوفوا في أخطر المواد الماديستا تاع أخطر المواد المشعة نلقاو مادة البولونيون 210 وهي مادة شديدة الإشعاع، وتقعد في المحيط لمدة 140 يوم. يعني لو أنه أنا عندي سيجارة لوحدة في المحيط 140 يوم يتلوث المحيط بالإشعاعات النووية. لو أني أنا شديت سيجارة ولوحدة مثلا في بحيرة تاع طماطم مش نلقاو الطماطم مشعة. علاش تخيلوا شنو المصيبة وين؟ يعني هنا نحكيو حتى على تلوث بيئي، نحكيو على مشكلة بيئية. وهنا طريقة الإشعاعات خطيرة للغاية. طبيعي جدا هنا كل حاجة تدخل للدم من مواد مشعة ما تقدروش، ويقع التركيز نتاعها على الأكيميلاسيون، يعني يبداو شوي بشوي حتى يوصلوا للكمية القاتلة. واضح؟ بالنسبة لهذايا الدوغري اللي خرجته المنظمة العالمية للصحة، هو
وتثبت فيه وجود مادة البولر يوم 210 واعتبرت أن التدخين لم يعد دون حوض الواقع قام شكو التدخين وظلم الصحة فأصبح شكو التدخين قاتل ويرميه فوق الباب بتاع الدخان علامة الإشعاعات النووية. شوفوا البكوات كيفاش قاعدة خارجة توا في الولايات المتحدة الأمريكية وبقاو شي يكتبوا عليه مضر بالصحة. يكتبوا يؤدي إلى الهلاك. يؤدي إلى الهلاك، صح. بقاش هذه التدخين مضر بالصحة فأصبح يؤدي إلى الموت. شوفوا هنا حتى في الببليسيتي ولاو يحطوا السيمبول بتاع الإشعاعات النووية باش يفهموا الناس أن راهو ما حناش نحكيو على مادة عادية. نحكيوا على مواد مشعة، وإذا دخلنا في مواد مشعة راهو نحكيوا على خلل خطير جدا. شوفوا حتى في البيستي في الشوارع تاعهم يعني ولا الدخان توبا موكيز يعني التدخين قاتل. شوفوا هنا في عملية تشريح للناس اللي كيفوا الدخان الحديث هذايا، تشوفوا هنا تدمير رهيب جدا. شوفوا الأنسجة الكل قاعد تدميرها بتدمير كل شيء هذوما الروايات اللي صار. شوفوا هنا عملية تدمير كامل للأنسجة من جراء هذه المادة الخطيرة جدا. إذا التدخين أثبت اليوم أنه يؤدي إلى 10 حقائق علمية لا غبار عليها، هذوما ثابتين. يعني إذا واحد يتكيف راهو بعد الشرعانية هذا هو موجود، هذا مصيره. إذا عندكم أخوكم ولا أبوكم ولا ولدكم ولا جيرانكم يتكيف مصيره هذا في بضع سنوات. ما عندوش ما يهرب إلا الإقلاع عن ذلك. فبالتالي وجب الحقيقة نشر ذلك والعمل على إبراز خطورة هذا البناء. الحقيقة الأولى أن هذا المادة تؤدي إلى سرطان الرئة. سرطان الرئة قبل مع التدخين القديم كان يؤدي للسرطان لمدة 30 إلى 35% فقط. اليوم يؤدي 100% إلى سرطان الرئة بالنسبة لمتعاطي التدخين. فتصبح السرطان هذا هو. شوفوا هنا كيفاش التدمير يكون تدمير كامل تقريبا للأنسجة تاع الرئة، والتدمير هذا بطبيعة الحال يتواصل حتى غير تقريبا يقع التلف كامل للرئة. شوفوا هنا الرئة كيفاش وقع التلف كامل. شوفوا هنا الرئة في الأصل هي الروز، اللون بتاعها وردي. بعد فترة شو تصبح؟ تصبح بيضة. البيضة ولد يخرج في تدخيمة بيضة. هيك هي التهاب يسميها التهاب. المرحلة الأولى يولي خارج في تدخيمة بيضة يعني الرئة ملتهبة، ثم تولي صفراء فيولي مادة، يولي خارج في بلغم أصفر، ثم تولي خضراء وهو خست يعني الرئة خست فيصبح يخرج في مادة خضراء. المرحلة اللي بعد يولي يختلط اللون الأخضر والأصفر باللون الأحمر بتاع الدم، خضر يولي ينزل فتصبح مرض، ثم يولي يكح تماما في دم. هذوما المراحل. وقت يولي يكح في الدم الريه تصبح كحله، تنشفوها مع بعض. الريه تتحرق حرقان تام فتصبح سوداء هكذا. تصور انت الريه في اخر الايامات شو تصبح؟ تصبح سوداء تماما، تدمير كامل للانسجه تاع الريه. هنا ناخذ مثال، هذايا بطل المانيا في الجنوب، هذايا اكتشف سرطان الرئة الناتج عن مادة البولونيوم 210 اللي حكينا عليها المشعة. خدا تصويره هو وولده هنا في ظرف 3 شهور مش نلقاو على السرير هو قاعد يموت والتصويره فيه. وتشوف هنا مرته وولده كيفاش ولده هرب منه يعني خايف منه غول ولا قدامه. السيد هذايا في 3 شهور فقط الوزن نتاعو انتقل من 93 كيلو إلى 39 يعني تقريبا ولا الثلث. وملاحظة الناس اللي نزلوا فيهم حاليا موتا بالبولونيوم 210 وصلنا واحد عمره وزنه كان 84 كيلو وزلنا 19 كيلو. معش تخيل ولا يعني تدمير كامل في 3 شهور 4 شهور يفاد. شوف السيد هذا كيفاش كان واضح؟ أو في الصباح يعني في غضون 3 أشهر فقط. هنا تشوف تقول هذا هو تأثير المواد المشعة الإشعاعات النووية ما عارفين يعني الإشعاع النووي مدمر بكيفية رهيبة جدا يعني في فترة قصيرة ياسر. وبعدين تقول عليه كان في حالة حرب نووية يعني كانوا في هيروشيما ولا ناكازاكي معناها بطبيعة الحال هنا أخذ دوزة بشوية بشوية قاعد ياخذ فيها كل مرة ياخذ دوزة كل مرة ياخذ دوزة كل شيء يقعد يتواصل. ملاحظة عملية التركيز
بتاع المواد المشعه وين التم؟ التم في الجهاز التناسلي. تعرف معناها؟ معناها المريء بتاعه يصبح مشوه بالمواد المشعه. زعما يجيب شيء صغير واذا جاب صغير زعما يجيب مش مشوه. علاش ما يمشي ينزل ويمشي يضرب بطوله؟ شنو النسل؟ النسل هو صغار، النسل هما الذريه الصغار. صغيره فالفيزا شنو اشتغل؟ شوف للاسف يقول تكيف للاسف اليوم معدل اول استشاره في 11 سنه يعني طبيعي جدا نلقاو ابناء عمرهم 6 سنين و7 سنين كيف هما راهم يكيفوا من باب حب الاطلاع للاسف معناها سامحني وقت يلقى ربي كيف اذا كان الطبيب على الطبيب ضري ثلاثه نصبت على راسي اليوم الطبيب كيف الاستاذ بتاعه في القسم كيف المعلم في المدرسه كيف معناها يكون مش عليه معناها بصراحه معناها كيف ربنا تعود لكم ما لقيتش لازمش توصل باش تعود السيجارة خاطر هيك في انه منه يتعود عليه ما بقاش يفضل عليه الكل وهنا بصراحه يسنى انتباه كبير للابناء بتاعنا على خاطر قاعدين يضيعوا كيفيه كبيره ياسر في سن صغير ياسر ياسر وهنا الخطوره بتاعنا هيك في انه تعرفوا ان معدل العمر بتاع المدخنين في تونس معدل العمر بتاع المدخنين اللي هما من 12 الى 16 سنه 30% من الشباب بتاعنا يكيف 30% الثلث بتاعها يكيف وهذا خطر كبير جدا لهذه الماده هنا نشوفوا سرطان الفم والنثى تراو هنا انه الانسان اللي يكيف يبدا على الاول يبدا عنده بروده بريد صغار والبريد يحب يبدا يكبر شويه شويه ويبدا في الانتشار فيصبح تدمير كامل يولي عنده قطع فيه كامل بتاع البريد واثر ذلك ينفجر هذا السرطان ويخرج على المخ ويتشق الكروما كاريكون شوفوا هنا الشفه كيفيه التدمير بتاعها ظهر بالداء هنا انه السيجاره كان يحطها هكايا شفتوا ديريكسيون تاع الدخان شوفوا السنان اللي مقابل الدخان السنان اللي مقابل الدخان ولات كحل الحرب الغب هنا كله يدمر الغب كله يدمر من جراء هذه الماده شوفوا هنا كيفاش اللفة هنا مش عملت فيه تدمير كامل للانسجه وللخلايا ويعطي سرطان الفم شوف هنا صور من تونس راهو انا عندي صور من تونس معناها وهذا شيء عادي راهو الناس يوميا قاعدين نشوفوا فيه للاسف اليوم شوف هنا الوجه راه كيفاش تنشق تماما الكروما بتاعه سرطان رهيب جدا اسمه سرطان الحجره يعني تدمير كامل للانسجه لو انه ندخل في وسط الحلق بتاع الانسان اللي تغيب نراو كيفاش تبدا التطور بتاع العمليه هذيا تشوفوا هنا كيفاش ان الغدد يبداو ينتفخوا على الاول يبداو في عمليه الانتفاخ ثم يبدا ظهور اول بؤره سرطانيه وهذه هي دونك تبدا هيك حبه صغيره تبدا هيك الحبه شويه شويه تكبر ثم هيك الحبه هذه تبدا تكبر وتنشق في الكرومه فتخرج بالشكل هذا شفتوا معناها عملية تدمير كبيرة للأنسجة فيتم تدمير كامل للأنسجة تشوفوا هذا السيد هذا مصاب بسرطان الحجرة لكنه ابن عملوا عملية على بكري ومنع من الموت لكن شخلفته أول حاجة العملية تكلفت أنه نحاول الفتح الأسفل بتاعه هذا كل نحاول ونحاول الحجرة كذا بالحبال الصوتية بتاعها فأصبح عشان كذا واصبح يتنفس بنقبة هنا وياكل من هنا ياكل ماكله مرحيه واضح؟ اليوم عرفت مش تعطينا وسائل اذا هنا بالنسبه لنا ايش عندنا؟ عندنا هنا يتنفس من هنا الاكثر من ادوى الامر انه السيد هنا قديش عنده عمره؟ 25 سنه السيد هنا 25 سنه علاش؟ على خاطر الإشعاعات النووية دبرته العنف بتاعه يعني شيله كل وقته واضح؟ يعني تدمير كامل للأنسجة في عمر سريع جدا كيف؟ ما كانش كيف ما كانش سيف سرطان الوجه والرقبة الدخان اللي طالع النهار كامل على الوجه والنهار كامل على الأنسجة بتاع الوجه يقوم بتدمير كامل للأنسجة شوفوا هنا كيفاش يبدا السرطان في المرحلة الأولى وتبدا عمليه انه يكبر بشويه بشويه
شوفوا هنا العملية الجراحية عملية كبيرة جدا، يعني تقول عليه مذبح يعني مش يعمل عملية. شوفوا هي كيفاش عملية التنفس، يعني يتنفس يتنفس ب هنا تشوفوا كبر العملية الجراحية. هذه هو السرطان، وفي حقيقة الأمر كلمة سرطان تربز إلى سرطان البحر، والشكل بتاعه شبه سرطان البحر. سرطان البحر وقت يبدا على الأرض على التراب نجمو نشدوه، وقت يهبط في الماء يولي كيزاوي بتاعه. نفس الشيء السرطان وقت يبدا في العضو مقدور عليه إنه يتعالج بيهبط في الدم وفات الحكاية بتاعه، فيصبح يعني شبه مستحيل العلاج بتاعه. هيك هو السرطان، هيك خلية سرطانية تشوفوها في الوسط، وتشوفوا هنا كيفاش يجي يسيب القولون، يسيب المعدة. تشوفوا هنا فوق المعدة النقطة خارج سرطان من فوق المعدة، يعني خارج. تشوفوا هنا سرطان الأعضاء، الأورمة السرطانية بالنسبة للجسم، انتشار كبير ياسر سيبيول الميلانوم الكابوسي، وهو من أخطر أنواع الأورام السرطانية في الجلد الناتج عن مادة البولونيوم 210 المشعة. إصابة بسرطان الكلى. لا لازمش تتفقد على عرش حد تشف، أما يجب يكون عنده تلول، يجب يكون عنده مش كيف العفاء يوم إن شاء الله يكون بس سرطان الكلى. تشوفوا هنا مع بعضنا إذا الصورة بتاع الريا، الريا كيفاش قلنا احنا كانت راس يعني وردية تتبدل اللون بتاعها فتصبح بيضاء ثم تصبح صفراء ثم تصبح خضراء ثم تصبح سوداء. تشوفوا الريا كيفاش كانت قبل ما الواحد ربي اعطاها لنا امانه بيدينا، اعطاها لنا يعني ورديه تربي ستوستيكين من اجل قال شنو ما نجمش نبطل الدخان، قال شنو انا بالنسبه لي هيك روحي عقلي فهمت، يعني هذا بالنسبه لي يقوم بتدمير ذاته بتدمير ابنائه بتدمير المحيط بتاعه وبهدائه يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى التي سيسال عليها اشد الحساب. يكفي ان نعرف انه الاثار بتاع التدخين تفوق 100 مره اثار الخمر، يعني الشراب اللي هو محرم تحريما قطعيا في ديننا 200 مره اقدم تاثيرات التدخين السلبيه على الكل اكثر 200 مره من تاثيرات الخمر. اخطر اخطر الشراب. إذا الحقيقة الثالثة وهو أن التدخين يسبب تقلص في الشرايين ويسبب تصمم في القلب. شوفوا القلب كيفاش كان يصبح عبارة حاجة يابسة، يكون قبل القلب يخدم معناها إلاستيك إلى مطاط شوالي يصبح يابس، فبالتالي عملية الضخ تصعب ويولي أول علامات بالنسبة للمدخن يصبح عنده ضيق الفص وقت يطلع في الدروج تلقاه يرهف، وكان بيجي شوية يولي يرهف يعمل اي مجهود يولي يلف، وهذا يعود اساسا للتصلب في الشرايين والسداد في العروق بتاعه. عبارة بشيء نفس. حاجة خلية لك عم فرد فرد ربه وغض فرد ربه احنا حكيو على معنى بيه نفس من نوع هذا هكي من أغراض الفرد الكبريت، أما حكيو هنا أن الإنسان يصبح أكثر من مريض بالفرد اللي يتكير في اخر اياماته يصبح عنده علامات اكثر من الفتى. هنا نشوفوا ان التدخين يؤذي الجنين للاسف اليوم عدد الاعاقات اللي تعرضوها في الابناء تاعنا كبيره جدا. هنا راهو مش لازم يكون عنده صباع زايد ولا نقص ولا عنده حاجه ظاهره، يجب يكون عنده اشياء ما تفيدش فيهم الا بعد سنين، يعني يجب يكون عنده نقطه في القلب، يجب يكون عنده كلوه نقصه، يجب يكون عنده يعني يسموه لي مالفورماسيون يعني تشوهات خلقيه من الداخل التي تبرز بشويه بشويه هو يكبر وانت تبدا في البيت. كذلك بطبيعه الحال من المشاكل الكبرى انه التشوه هذايا يلحق اضرار كبيره جدا بالنسب معناها يولي حتى الصغير بتاعه يحمل الاثار الصغار 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 يقعد يعني يهز التشوهات الخلقيه عند ابنائه. بطبيعه الحال هنا الحقيقه الخاصه ان التدخين يؤدي الى العقم. افادت الدراسات في جامعه بوسطن في 2007 انه 78% من الناس اللي يكتفوا يصابون بضعف جنسي ابتداء السنه الخاصه بالتدخين.